اللي كنت حضرتك بتتكلم عليه قبل ما ندخل في أيمن أشرف قوي، فكرة اللعيبة اللي كانت تستحق الانضمام للمنتخب الوطني. طيب. فكان يعني عند يعني بتعتقد انه مروان محسن كان ممكن يكون يعني يتم الدفع بيه في المنتخب في المباراتين الجايين، يعني خاصة مباراة كينيا اللي جاية دي. ليه قلت مروان؟ خط الهجوم النهاردة اللي في المنتخب الوطني حضرتك عادل تعيمة كابتن عادل مقتنع بيه إلى أي مدى؟ الخط الهجوم الهجومي اللي اختاره كابتن حسام البدري، وليه قلت مروان؟ مروان لأي مدرب، واسألك كابتن هاني. أسألك أنت يا كابتن عادل. ما برضه راجل مدرب. أنا دربته وأنا في الأولمبياد. ما أنا عارفة رأي كابتن هاني. أنا بس كابتن عادل بيتكلم إن مستوى مروان الفترة اللي فاتت كان أولاً رأس الحربة. هسيب مروان، مش هقول مروان. هقول رأس الحربة بيتميز بإيه؟ هقول إن هو بيلعب برجلين اتنين، شوط برجلين اتنين، يمين وشمال، بيلعب دماغه، محطة، ممكن بيتحرك جوه الصندوق كويس. بيبقى ممكن يلعب بدور زي الماتش اللي فات بتاع فيتا، بيلعب راس حربه وهمي بحيث ان هو يبقى يزيد ويسقط يفضي، زي ما مجدي قفشه. ومجدي قفشه جاب الجول امتى؟ كان جابه من عند الوينج ولا كان من مكان راس الحربه؟ فده عمليه التحضير دي ما بيفهمهاش الا المدير الفني الواعي اللي بيقول للعيبه حاجات معينه بيعملها وما بيحسش بيها للمدير الفني، مش الناس اللي هي ممكن تبقى مش فاهمه. فاي مدير فني بيجي مروان اذا كان هناك في اعتراضات، الاعتراضات دي مش لازم يكون جمهور نادي الاهلي. طيب. يعني انت اللي بيكتب ده هل انت عارفين ان هو من الاهلي؟ مش الله عارفين. الله اعلم. صحيح. الله اعلم. فالهجوم الغير مبرر ده على راجل يعني، فانا شايف ان لما يكون عندي بقول الميزات بيلعب رجل اثنين، هيدرز، محطه، بيتحرك جوه 18، ده الراجل ده بيعمل حاجات كمان للاسف يعني، ده ممكن جدا بيستلم ويسدد ويشوط وهو ظهره للجول، ودي شفتها له في اكتر من مره في خلال الفترات السنين اللي فاتت. ودي صعبه جدا ان حد يعملها، لو حد بيعملها جوه بره في اوروبا كنا قلنا ايه العبقريه دي. يعني ساعات في كوره بيبقى الراجل السرد باك في ظهره وتبص تلاقي كوره جايه له بياخدها على فخده ويلف ويروح حاططها في المصر. اعتقد في ماتش السنه اللي فاتت كان في ماتش مع المنتخب، كان ماتش ودي وجاب جول بالشكل الطريقة دي. فعنده كل الميزات دي. انا ما بقولش مفرضه على حسام، لا، حسام ليه الصلاحيه الكامله انه يختار اللي هو عايزه، وجهه نظره الفنيه. لا، ده انا لازم احترم وجهه نظر حسام والجهاز الفني مليون في الميه. انا بس يعني الحته الصغيره ان ما كانش يعني يضرني ان انا يبقى معايا خبره بحجم مروان قاعد، تخلي على الاقل مصطفى محمد يبقى يعني يتحرك شويه اذا فيه، يعني ان انا ده الاحتياطي بتاعي اللي قاعد بره واحد بحجم مروان. طب ده على المستوى الهجوم يا كابتن، ويمكن هنا في البيت الكبير كنا سالنا سؤال للجماهير، يعني ايه التشكيله المثلى اللي يبدا بها الكابتن حسام البدري؟ كلهم اتفقوا على تقريبا اللي حضرتك قلت عليه، عم تتكلم على الرباعي الهجومي، بتتكلم صلاح، قفشه، تريزيجيه، وقدامهم مصطفى محمد. خط النص كان فيه اختلاف شويه، لكن كل الاغلبيه برضو اتكلموا على وجود النني مع طارق حامد. كان الاختلاف شويه في خط الظهر، يعني كان شويه الاختلاف في خط الظهر. حضرتك شايف من وجهه نظرك الرباعي اللي قدامه كان طبعا ما فيش اختلاف على الشناوي، يعني الرباعي اللي بيلعب قدام الشناوي يبدا منين؟ هو طبعا هاني، ما فيش ده هاني، وبعدين حجازي، وبعدين في طبعا الونش. تمام. ممكن جدا في ماتش زي ده ممكن بدفع باحمد ايمن منصور. احمد ايمن منصور كسرد باك، عشان بيلعب بشماله كمان، بيلعب بشماله، وممكن لما اذا عبد الله هيلعب، عبد الله اكيد هيلعب، عبد الله هيلعب اكيد، هيبقى برضو لو الراجل زاد هيبقى برضو حته التغطيه من وراه، راجل اشول وقدر ان هو يقابله كويس. واحمد برضو ماشي كويس جدا في الفتره اللي فاتت مع بيراميدز. طبعا. فدي التشكيله تقريبا يعني فيها ثبات وفيها نوع من انواع الانسجام بين الخطوط، ما فيهاش تغيير كتير، الولاد اللي عارفين بعض كويس جدا وعارفين قد ايه الفتره اللي جايه ديت محتاجه ان هم بيتكاتفوا، وخاصه ان منتخب مصر باسمه الكبير قوي. صحيح. احنا دي ماتشين في منتهى السهوله، طبعا مفيش حاجه في الكوره اسمها سهل، لكن بالنسبه لنا كورقه وقلم وكخبرات احنا الماتشين دول عايزين منهم بونت،
وبعدين نوصل للنهايات. النهايات دي بالنسبة لنا أنا بعتبرها فسحة، لأن أنا منتخب مصر طب. أنا دايما ألعب على الأول والتاني في النهائيات. عامل الانسجام ما يزعجكش يا كابتن عادل؟ عامل الانسجام ما بين اللعيبة، خاصة أنه ما كانش فيه فترة يعني نقدر نقول أن هم ضربوا فيها بشكل كافي ويعني تأقلموا شوية مع بعض، عامل الانسجام ده يقلقك ولا لا؟ لا ما يقلقنيش، ما يأثرش قوي. انت عارف حضرتك بيبقى ثقافه اللاعب مهمه جدا. ثقافه اللاعب يعني انا يعني مثلا رحت حضرت فتره اعداد في نادي بريمة. الراجل ما بيعملش تدريبات خططيه جوه الملعب، كلها بيعتمد على ثقافه اللاعب وهو قاعد في الاوضه. بيقول له انت هتجري في الحته دي وهتعمل بالشكل الفلاني والجمله دي هتعملها مع فلان. ما فيش لعب خططي اطلاقا جوه الملعب، لان طبعا بيبقى فيه نوع من انواع التحضير، وفي ناس طبعا بيبقى فيه نوع من التجسس ويشوفوا مين اللي بيلعب باي طريقه، فبيعتمدوا دايما على ثقافه اللاعب. الحسام واي مدير فني قبل كده بيعتمد على ثقافه محمد صلاح. محمد صلاح انت هتلعب ناحيه الناحيه الفلانيه، انت هتادي دورك الهجوم بالشكل الفلاني. احنا كنا شفنا كوبر كان لما بيادي كان بيدي لمحمد صلاح الواجبات مش بتاعته، بيخليه يرجع يلعب ورا اعتقد كان احمد فتحي. وطبعا ده كان بيؤدي خلى الجمهور كله بقى يعني مستاء جدا من الاداء الدفاعي اللي كنا بنلعب بيه. فالمدير الفني لما بيطلب من محمد صلاح انت الجزء الهجومي بتاعك هيبقى في الحته الفلانيه، الجزء الدفاعي بتاعك هيبقى في الحته دي بس، بحيث ان انا استفيد من محمد صلاح في الجانب الهجومي اللي انا محتاجه يروح للمرمى بكامل قوته.